خمسة أصناف من الناس حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بأنهم أشر الناس يوم القيامة وأشدهم عذابا، فاحذر أن تكون منهم. ولكن قبل أن نبدأ مشاهدينا الكرام، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في صفحتنا الرسمية ليصلكم كل ما هو جديد. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس هم أشر الخلق يوم القيامة، ووصفهم صلى الله عليه وسلم بأشر الناس، وذلك لأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فلا يؤذب عذابهم أحد، وهم شر الناس منزلة وأخصهم رتبة، وهم شر الناس خزيا، فليس أخزى ولا أبعد منهم يوم القيامة، وهم شر الناس إهانة وهوانا، فليس أحد أشد إهانة منهم، وليس أحد أهون على الله عز وجل منهم، وهم شر الناس عطشا وحرا وجحيما وفضيحا، فهم في شر لا حدود له. وأول هؤلاء الناس من اجتنبه الناس واعتزلوه خوفا من شره وسوء أخلاقه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه، وفي رواية اتقاء شره، متفق عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بشر الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أبغض الناس وأبغضه الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يؤمن شره ولا يرجى خيره. رواه الترمذي. ومن أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل الذي ينشر سر زوجته، والمرأة التي تنشر سر زوجها. فعن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. فإذا أفشى الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، كان من أشر الناس يوم القيامة وأشدهم عذابا. ومن أشر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، وهو الإنسان الذي يقابلك بوجه ومن وراء ظهرك بوجه آخر، وما أكثرهم في هذا الزمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام القرطبي عن هذا الحديث: إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق، إذ هو متخلق بالباطل وبالكذب. ومن أشر الناس عند الله عز وجل الذي يقرأ القرآن ولا يعمل بما فيه، ولا يتعظ بمواعظه، ولا تؤثر فيه آية واحدة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجل عمل في سبيل الله على ظهر فرسه، أو على ظهر بعيره، أو على قدمه حتى يأتيه الموت. وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. رواه الإمام أحمد والنسائي. ومن أشر الناس عند الله عز وجل يوم القيامة من اشترى الدنيا وباع آخرته، وهو من ارتكب معصية الله عز وجل لينتفع في الدنيا، وعرض نفسه لخسارة نعيم الآخرة، كمن يحلف كاذبا أو يغش ليربح في البيع وغيره مثل هذه الأفعال، أو يظلم الناس أو يأكل أموالهم بغير حق، وأيضا كالسارق والغاصب والخائن، أو أنه يرتكب كل معصية تغضب الله عز وجل حتى يرضي غيره من الناس، ويبتعد عن كل حسنة ترضي الله عز وجل. فعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره. رواه ابن ماجه. واعلم أن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من هم أشد بعدا عن منهج الله، وكلما زاد المرء بعدا عن كتاب الله عز وجل وسنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ازداد استحقاقا للوصف بأنه أكثر شر الناس يوم القيامة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.